صبحي زي تقيل، كهربا لعيب زي تقيل زي ضلة رمضان جمعة، كان صبحي في بياخد لعيبة الكرة ما تعرفش ياخدها منه. كهربا يعرف بيعرف يقف يقف على على الجون ويروح واحد لواحد عايز يرقص زي تريزيجيه. صالح جمعة كان قوات واحد. عندك فرديات عالية جنب، مش كله محمد صلاح. طب لا النهارده كمان يا كابتن حشيش، كابتن شريف، عبد الله السعيد اتعطل بقى لنا 3 ماتشات مش حاسين بعبد الله السعيد ولا بدوره. طب مين النهارده بيقوم بدور عبد الله السعيد لو احنا كان ادائنا بيتوقف على لاعب صانع الالعاب؟ مين النهارده اللي بيقوم بدور عبد الله السعيد؟ مفيش. والدليل على كده ساب النهارده عبد الله السعيد طول 90 دقيقه واحنا مش حاسين بدور عبد الله السعيد ولا الدفاعي ولا الهجومي. انا متهيألي انه كان نفسه، هو نفسه كان نفسه يخرج. لا والاختيار النهارده لو عندك واحد زي صالح جمعه ده بقى الاختيارات من الاول مثلاً. واحد في نص الملعب يقدر اشتغلك في الشق الدفاعي ويقدر يشتغل مع محمد صلاح ويمسك الكوره. ده لعيب كوره عالي اللي الناس كلها عايزاها، اللي محمد صلاح بيقول. فده هيرجعك للاختيارات الاولانيه، وكان الكلام والانتقاد والكلام، بس جينا في فتره بعد ما اختار كنا خلاص لازم ندعم منتخب مصر. ما تقدرش تتكلم في حاجه. السؤال بقى